عسما انتم ضيوفنا والحق لكم. الله يطول عمركم. اي والله اللي في الخاطر القصيده اللي هي ايام البساطه. ايه في ناس طلبوها ونجيبها الان ولو انها قد ادبلت كود بعض الناس لكن لا لا. يقول الناظم العمري تذكر زمان كان راعي الطيب يذكر وذاك المجتمع ما فيه منكر وكل كان مشغول بحاله عسى الله يسقي ايام البساطه زمان ما تلوث بالوساطه وكان الجار بالجار ارتباطه وكان الوصل ممدود حباله وكانوا في منافعهم سويه اذا نادوا بعضهم ما تعيا ولا من قيل هيا قال هيا على درب المكارم والجماله وكان الشخص يسمع قول عمه اذا نادى حالا راح يمه يلبي لو طلب روحه ودمه وهذا سلم رواد الشكاله نهار العيد يلتم الجماعه على ضحك وسواليف وطاعه وزاروا بعضهم في نص ساعه ولو ما يشربون الا بياله وكان الغيث ينزل كل ليله نرى المطلع علينا سالسيله وصارت الارض بالخضره جميله وشكل العشب من شافه سعاله وهذه كانت احوال القدامى اذا استسقوا هطلوا بالغمامه عليهم يا عرب مني سلامه عدد من يذكر الله بابتهاله وفي هذا الزمن قل التراحم بعد ذاك التواصي والتلاحم على العصيان يا كثر التزاحم اذا قفى شر جاء شر بداله وحنا في زمان وضعه اقشر تغلب في طباعه داعي الشر قليل ما تلاقي كلمه ابشر فقدها الرجل حتى في عياله نصلي في السنه 70 مرة للاستسقى ولا هل اي قطره بلانا من معاصي مستمره ترد الخير عنا باي حاله يا كم واحد يهجر قريبه علشانه تغانى يا مصيبه ما ود اخوه يتهنى نصيبه يشوفه ينتظر ساعه زواله وسلامتكم. قصيده طويله ما شاء الله ما شاء الله. لا ابو راشد شوف الواسطه ابو مصر.